لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بروكسل مراسلنا سلام عطلة. سلام، بعد التحية، هذا الموضوع هذه القضية هي قضية شائكة بالنسبة للاتحاد الأوروبي ما يتعلق بالمهاجرين، سواء هؤلاء الذين وصلوا إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو حتى الذين يطمحون للوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي عبر دول العبور أو عبر دول المنشأ التي تفد منها هذه الهجرة. كيف يبدو هذا التعاون الآن في مسألة تونس بين الاتحاد الأوروبي وتونس بعد صرف المساعدة المالية والمقدرة ب60 مليون يورو؟ أولا، قررت المفوضية الأوروبية إرسال مبلغين لتونس، الأول 60 مليون يورو لمساعدتها في ميزانيتها المتعثرة، والآخر 67 مليون يورو لمساعدة تونس في التحضير لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الشواطئ التونسية. المبلغ الأول المقرر لمساعدة الميزانية التونسية المتعثرة هو كان قرارا قديما بعد كورونا، كان لمساعدة تونس والانتقال ما بعد الوباء، لكن الآن ربط هذا المبلغ باتفاقية الهجرة، ولم تحدث أي اتفاقية سابقة فيما يتصل بالهجرة، وأثارت كل هذا الجدل مثل الاتفاقية التي وقعت بين الاتحاد الأوروبي وتونس في يوليو الماضي. يبدو أن الصراع في موضوع الهجرة تحول إلى موضوع سياسي عميق قبل الانتخابات الأوروبية القادمة في يونيو القادم. هناك أحزاب تعطل هذه الاتفاقية، هناك أحزاب تحرض على هذه الاتفاقية، هناك محاولات شيطنة كبيرة لتونس، وهناك خلافات في وجهات النظر بين أطراف لم تكن تختلف في السابق حول هذه الموضوعات. أولا، المفوضية الأوروبية تريد أن تحمي النخب الحاكمة في أوروبا وأن تقدم حلولا ملموسة للهجرة قبل الانتخابات لإقناع الناخب الأوروبي، بينما ألمانيا هذه المرة تقول بأن الاتفاقية التي وقعت مع تونس ليست كافية، وبأن المفوضية الأوروبية لم تستشر باقي الدول الأعضاء، بينما ترد المفوضية بأنها قد قامت باستشارات كافية. هناك اتهامات بأن هذه الاتفاقية لم تشمل على حقوق المهاجرين، وهذا يعطل. هناك رسالة من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأنه إذا ما تمت مقاضاة الاتحاد الأوروبي فيما يتصل باتفاقية الهجرة مع تونس، فإن المحاكم الأوروبية سوف تدين الاتحاد الأوروبي لتوقيع هذه الاتفاقية، لأنها لا تضمن حقوق الإنسان مع اتهامات واضحة لتونس بأنها تميز بين المهاجرين. أيضا الأحزاب السياسية أو بعضها في أوروبا يريدون أن يعطلوا مشوار اتفاقيات أيضا شبيهة مع دول أخرى على حوض البحر المتوسط، لذلك لا يريدون أن تكون هذه الاتفاقية نموذج لاستنساخها وإبرام اتفاقيات أخرى مع دول أخرى. إذن هذا الموضوع هو سياسي الآن بامتياز قبل الانتخابات الأوروبية، سيسخن كثيرا، وهناك يعني من يريد أن يصدر هذا الموضوع وكأنه هو الذي يفكك الموقف الأوروبي. 60 مليون يورو أو حتى 67 مليون يورو ليس مبلغ كبير بالنسبة للمفوضية الأوروبية، هي عقدت اتفاقيات تبدو شبيهة مع تركيا على سبيل المثال منذ سنوات، ربما لا أتذكر، لكن ربما تجاوزت 5 مليارات يورو. لماذا أو ما هو وجه الاعتراض تحديدا من قبل الاتحاد الأوروبي على هذه الاتفاقية المعني بها تونس؟ الاعتراضات أساسا متصلة بحقوق الإنسان وبأن تونس تميز بين المهاجرين ولا تحترم حقوق الإنسان، وأيضا التلكؤ في تنفيذ الاتفاقيات. صحيح أمام أن المبلغ هو قليل جدا أمام المطالبات بوقف تدفق الهجرة، وتونس لا تستطيع أن تدير هذا الملف بهذا المبلغ، ولكن هناك نوع من التشويق لأموال إضافية يمكن أن تحدث، لكن كل هذا لا يعمل. الاتفاقية وقعت في يوليو الماضي، الاتفاقية لا تعمل، الاتفاقية لا تشتغل، لذلك الآن ينتقل الاتحاد الأوروبي إلى خطوة لاحقة، وهو أنه يريد أن يؤسس لقوات مشتركة من بين خفر السواحل الأوروبية إضافة للبحرية التونسية بالتعاون مع الشرطة الأوروبية لتسيير دوريات في المياه التونسية لما يسمى بمنع المغادرة، لأنهم لا يضمنون بأن تونس ستكون قادرة على منع تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط. هذا الآن هو المطروح، وبانتظار موافقة تونس على تسيير هذه الدوريات. حتى هذه الآلية آلية تسيير ربما قوارب أو تسيير أنظمة مراقبة أو آليات مراقبة في البحر، تم الاتفاق سابقا مع ليبيا ولم تبدي فعالية فيما يتعلق بوصول المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي. ما جدوى ربما هذه الآلية الجديدة أو الآلية المقترحة بتنفيذ عملية قد تكون مشتركة بين دول الجنوب وبين الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط لمراقبة السواحل؟
هذا هو السؤال القديم الجديد، ما هو جدوى كل هذه الموضوعات إذا كان التعريف الأوروبي لهذه الأزمة ولهذا الملف مختلف اختلافا جذريا بين مكونات القرار السياسي الأوروبي، بين من ينظر إلى الهجرة كتهديد وبين من ينظر إليها كأنها يمكن أن تكون حل لنقص العمالة الكبيرة في أوروبا وتناقص أعداد السكان في أوروبا وقلة المواليد. هناك اختلاف في معالجة جذور هذه المشكلة في الأساس، التدخلات الأوروبية خارج الحدود الأوروبية وتأثيرها وخلق أزمات يمكن أن تصدر المزيد من المهاجرين. إذن ليس هناك تعريفا موحدا وتصورا أوروبيا واحدا لطريقة التعامل مع المهاجرين، وهو ملف سهل للاستغلال السياسي بما أن الأوروبيين مختلفين في كثير من الموضوعات ويخجلون من طرحها على مواطنيهم بأننا مختلفون في هذه وهذه، فهناك شماعة سهلة يمكن أن يكتمل السيناريو أيضا بتفجير أو بعملية تخريبية أو بقصص تنسج عن المهاجرين غير الشرعيين في الأيام القادمة وتصبح مادة استهلاكية لانتخابات مهمة ستغير في المعادلة الأوروبية. وهذا الموضوع كان أبرز خلافاته، هو الموضوع الأبرز في الخلافات الأوروبية في القمة الأوروبية الأخيرة، وربما سيبقى معنا خلال القمم القادمة. شكرا جزيلا سلام عطلة مراسلنا من بروكسل على كل هذه التفاصيل.